المزمور 11 لإمام المغنين لداود. على الرب توكلت، كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور؟ لأنه هوذا الأشرار يمدون القوس، فوقوا السهم في الوتر ليرموا في الدجى مستقيم القلوب. إذا انقلبت الأعمدة فالصديق ماذا يفعل؟ الرب في هيكل قدسه، الرب في السماء كرسيه، عيناه تنظران، أكفانه تمتحن بني آدم. الرب يمتحن الصديق، أما الشرير ومحب الظلم فتبغضه نفسه. يمطر على الأشرار فخاخا نارا وكبريتا، وريح السموم نصيب كأسهم، لأن الرب عادل ويحب العدل، المستقيم يبصر وجهه.